فهنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وانطلاقة جديدة في الريسبيراتوري سيستم. وبرحب طبعا بالشباب أو بالدكاترة اللي لسه بادئين، والنهاردة ممكن تكون أول أو ممكن يكون أول يوم ليهم حضور على اللايف. وإن شاء الله يا رب بإذن الله أكون دايما وأبدا ضيف خفيف على الأسبوع بتاعكم، يعني بمعنى أني دائما وأبدا كده أكون خفيف الظل كده، ما تحسش أن أنت مخنوق في المحاضرة، دايما تبقى مستنيني كل أسبوع كده على الويك إند علشان أطري على قلبك شوية. دايما بحط الوصية دي في بداية أي جروب لأي شباب جداد بيبتدوا، دايما بقول لكم حطني في الروتين بتاع أسبوعك، بمعنى خليني جزء لا يتجزأ من الأسبوع بتاعك، سيما ما كان أنت في امتحانات بره امتحانات whatsoever. أنا عارف إن أغلبكم ممكن يكون داخل بالفعل على امتحانات، ولكن يعني حطني في الروتين بتاع أسبوعك وخليني دايما موجود معاك اليومين بتوع الأسبوع دول على الأقل على اللايف. يعني احضر معايا دايما اليومين بتوع الأسبوع دول في اللايف، كأنك ملزم بيهم زي ما أنا ما ملزم بيهم بالظبط. يعني زي ما أنا ملازم وملزم وبلتزم إن أنا بحضر، أنت برضو لازم أن تكون ملزم إن أنت تحضر وتلزم نفسك إن أنت تحضر. لحظات كده خليكم معايا دقيقة، أنا دايماً عامل حسابي إحنا المفروض بدايتنا بتكون 9:30، بس أنا بعمل حسابي دايماً لأي مشاكل تكنيكال. ادوني لحظات كده معايا، ادوني دقيقة واحدة، لحظات معايا. أكمل التسجيل، مفيش مشاكل تكنيكال عند الناس عند الجروب بفضل الله. أظن يعني يا جماعة زوم متهيألي يعني أغلبكم آخد عليه كأبليكيشن خلاص، حتى بعد خصوصا بعد فترة الكورونا يعني ما حضرنا كتير كلنا على زوم، فخلاص بقى يعني مألوف بالنسبة للناس كلها يعني أو بالنسبة لأغلب الناس يعني. فزي ما بقولك يعني لو حطيتني كجزء من روتينك الأسبوعي وحضرت معايا اللايف على الأقل، وأضعف الإيمان مسكت البقين اللي بيتقالوا في اللايف دول وقعدت عليهم مثلا بعد اللايف نصاية أو ساعاية ورحت معدي عليهم كده قراية بفهم بعينك، ده أضعف الإيمان. يعني أخف حاجة اللي هو أنت بتشتغل أخف ريت، مش هياخد منك الأمر أكتر من ساعتين النهاردة مثلا، ساعتين حضور بقراية كله، ويوم الحد مثلا بدل ساعتين هيبقوا ساعتين ونص أو 3 ساعات إلا ربع كده قاعد بس كده بتخلص في الحاجات وبتقرأ بسرعة بعينك في السريع. الكلام ده إمتى؟ في أقصى درجات زنقتك، في أقصى أوقات زنقتك في الامتحانات. لو أنت بعيد عن الامتحانات ولسه الكلية على الهادي يا زبادي يعني وماشية بالراحة، لا هنا في الحالة دي بقى بتقعد تذاكر كويس، تقرأ كويس، تقرأ بتركيز، تراجع على اللي فات، عندك وقت تقرأ جديد، تذاكر جديد، تراجع على اللي فات. وكل ما هتغوط أكتر وتخش أكتر وتاخد كمية أكبر في قلب الكورس أو في قلب السايكل، كل ما هتلاقي عليك حاجات أكتر محتاجة تتراجع وعليك حاجات أكتر محتاجة تتلم لو كنت متأخر في حاجة. فهو ده اللي أنا كنت لسه بقولك عليه، وقت اللم والمراجعة والمذاكرة بتركيز والكلام ده كله هو الوقت اللي يكون كليتك فيه بعيد عن الامتحانات ومش شادين عليك قوي. لكن اول ما كليتك تقرب من الامتحانات بتاخد وضع الجنين، زي ما بيقولوا كده، وضع الجنين ده اللي هو ايه؟ اللي هو اضعف الايمان، تكون بتحضر اللايف، مواعيد اللايف بالنسبه لك تبقى مقدسه، وبتقرا الكلام اللي بيتشرح او بيتقال بعينيك كده لمده نص ساعه، ساعه الا ربع كده بعد المحاضره في السخان. خدش وقت والله، لان احنا ما بناخدش الكميات الكبيره. يعني انا عامل حسابي كانك ماشي امبارل مع الكليه او ماشي امبارل مع التزام اخر جنب المعادله.
هتلاقي نفسك لو انت التزمت بالوصفه اللي انا بقول لك عليها دي، هتلاقي نفسك وصلت في اخر السايكل حاسس انك بفضل الله واقف على ارض صلبه جدا من انك تخش الامتحان، بس كل اللي انت محتاجه شهر شهرين مكثف كده قبل الامتحان اللي هم بنحتاجهم كلنا قبل اي امتحان في الدنيا. شهر شهرين دول ممكن تحل فيهم بنك اسئله اللي هو اليو وورلد، تحله كده مع نفسك مره تانية وتركز المعلومات بمراجعه، تخش الامتحان 1000% هتنجح وهتباس بمجهود قليل جدا، وهتحس قد ايه انا فرقت معاك في مشوارك. اذروايز هتحس ان ولا انا فرقت معاك ولا حاجه خالص، هتطبش مع نفسك ويا هتوصل يا مش هتوصل، العلم عند الله. ونبدا بقى نعلق شماعات، نشوف شماعه نعلقها هنا، نشوف شماعه نعلقها هنا، ودي دايما بيقولوا كده دايما حجج البليد. لكن اهم حاجه الالتزام، واهم حاجه لما يكون عندك هديه، الهديه اللي هي ايه؟ خط منقط الشخص راسمه لك، بينزل لك نوتس قبل كل محاضره، في ماتيريال واضحه وصريحه قبل كل محاضره، بتخش المحاضره بتلاقي الكلام بيتشرح، كل اللي مطلوب من حضرتك انك تمشي ورا المحاضره تذاكر وتلتزم باي امتحانات تتحط او باي حاجه في الدنيا تتعمل. طالما ما فيهاش اي مشاكل خالص، الهديه دي حضرتك استغلتها، هتحس قد ايه هي فرقت معاك في شغلك وفي مذاكرتك، وهتحس قد ايه هي فرقت معاك على مستوى امتحانك وعلى مستوى تجربتك في اليو اس ام دي ستيب 1. لان من غير الالتزام والنفس الطويل في تلك السكه الشاقه، هي سكه طويله بس بتبي فور ات في الاخر، وبتحس انك في الاخر الحمد لله رب العالمين راضي عن نفسك وحاسس ان انت دكتور شاطر بتتعلم بكواليتي محترمه، وحاسس ان انت قادر زي ما بيقولوا كده تريسبكت يور سيلف كفيزيشن يعني. طيب خلونا نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد تلك المقدمه اللي اتمنى ما تكونش جت على الجرح، علشان احنا معانا ناس بقالهم كتير معلش، فممكن يكون ضميرهم مش صاحي وبداوا في فقره الشماعات. خد بالك بقى جرس الانذار يا بيه، يعني جرس الانذار بيضرب علشان خاطر يعني لما او في اشير النوتس وانس ما انشير النوتس وأشغل الفيديو، أنتظر من الشباب الجدد، أنتظر من الشباب الجدد إنهم يدوني الأوكي إنهم جاهزين للانطلاق، ولكي نتوكل على الله ونبتدئ. كويس جدا، جاهزين؟ يلا بسم الله، اربط الحزام معايا كده ونتوكل على الله. مهم طبعا يا جماعه تعرفوا ان تسجيلات الاسبوع الاول بالكامل، ان كانت محاضره اليوم او محاضره يوم الاحد، بينزلوا مفتوحين ترايل على اليوتيوب. بينزلوا مفتوحين ترايل على اليوتيوب، بيضافوا للبلاي ليست ترايل على اليوتيوب، وبينزل لينكاتهم مفتوحين على كل الجروبات، فما بيبقاش في اي مشاكل يعني، اللي لسه ما سطبش برنامج بتاع الاوفلاين، لسه ما خدش اليوزر، كلام من هذا القبيل، لسه مضاف جديد، ما فيش منك مشكله، معاك اسبوع كامل تخلص فيه حواراتك وتسطب برنامج الاوفلاين وتظبط كل المسائل علشان خاطر تجهز نفسك جاست ان كيس محتاج ان انت تسمع حاجه اوفلاين او ترجع لها تاني، لكن كله بيتقال لايف يا باشا. تمام؟ طيب نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله ونبتدئ. Respiratory system. الـ respiratory system يا شباب من الـ systems اللي الفسيولوجي فيها تقيل شوية. يعني الفسيولوجي بتاع الـ respiratory هياخد مننا شوية مجهود، زي ما الـ reproductive system اللي كان قبل الـ respiratory ده يعني كان آخر حاجة كده. طبعا الشباب اللي بادئين من الريسبيراتوري انت هتلف وترجع له تاني ما علينا، كان اتقل حاجه في الباثولوجي الريسبيراتوري من السيستمز اللي فيها شويه فيسيولوجي دم وتقيل شويه.
ولكن ان شاء الله كله بيعدي ومفيش اي مشاكل، ومش هتحس باي مشاكل ولا قلق تماما. الريسبيراتوري باثولوجي هو تاني حاجه في الصعوبه بعد الفسيولوجي، ثم اخر حاجه السهل خالص الفارما، هم شويه ادويه قليلين خالص، والاناتومي برضو مفهوش كلام كتير، والامبريولوجي زي ما انت شايف هم 4 صفحات يوتما. طيب، ولكن مهم جدا 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 التزام حضرتك بالمذاكره بالنوتس او من النوتس اللي بنزلها. النوتس اللي بتنزل دي فيها الكلام الطازه بتاع اجدد يورلد، اللي هو اليورلد الجديد خالص، كل الزيادات نازله، بلس الكلام اللي في الفيرست ايد مش هتلاقي منقوص منه حرف. فزياداتك بتاعت اليورلد كامله، بلس كتابك بتاع الفيرست ايد كل اللي فيه مكتوب، مش مسقط معلومه ومتعنون ومترتب. هو ده الوصفه، وهي دي الوصفه اللي مع الشرح بتاع العبد لله. ان شاء الله تحس ان الامور تمام التمام، وهتحس ان انت زي الفل وماشي كويس جدا. ولكن عشان خاطر الشيطان، يعني ايه عشان خاطر الشيطان؟ اه طبعا في ناس شيطانها وحش يقول لك لا 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 لا، استاذ انا النوتس انا عندي عقده الخواجه، انا همسك الفيرست ايد واذاكر منه. يعني للشباب اللي بتذاكر من الفيرست ايد، حبيبي افتح الفيرست ايد مفيش مشكله وامشي معايا، هتشوف ان انا اللي مزود كلام على الفيرست ايد وهو مش مزود عني ولا كلمه. تمام؟ يعني على سبيل المثال للحصر في محاضره اليوم، هتلاقي ان الميكانيزم ده مش مشروح تماما في الفيرست ايد بذلك التفصيل، بالرغم انه متقال في اكسبلانيشنز نيو وورلد بالتفصيل، فلازم تعرفه. ومش هتلاقي الدايجرام ده موجود في الفيرست ايد، بالرغم من انه موجود برضه في اليورلد بالتفصيل للاسف الشديد. مش هتلاقي التراكيو اوسوفيجيال فيستولا متقاله في الفيرست ايد بذلك التفصيل، بالرغم من ان هي اتسالت في اليورلد الجديد. ومش هتلاقي برضه اللارينجو ماليشيا جه عليها سؤال في اليورلد الجديد، والجدول ده متاخد من اليورلد، مش هتلاقيها برضه موجوده في الفيرست ايد تماما. ولا هتلاقي البيناين ميدياستاينال فورجات سيست. البيناين ميدياستاينال فورجات سيست اونستلي هي ما جاش عليها سؤال في اليورلد، لا، بس اتذكرت في وسط الكلام، في وسط الاكسبلانيشن والحكاوي القهاوي اللي بيحكيها اليورلد، فكان لازم برضه اجيبها لك وانزلها. فبالتالي اللي انا معلم عليه نجوم ده، كل ده يا فندم مش موجود عندك في الفيرست ايد، ولك حق الاختيار، ذاكر من مطرح ما يعجبك. تمام؟ طيب خلونا نبتدي ونتوكل على الله. نبدا باول توبيك معانا في الامبريولوجي، وهو الاير واي اند لونج ديفلوبمنت. مهم طبعا انك تعرف اننا في امبريولوجي المعادله او امبريولوجي اليوسيملي، نحن لا ندرس امبريولوجي من اجل الامبريولوجي، ولا ندرس اناتومي من اجل الاناتومي، ولا ندرس فيسيولوجي من اجل الفيسيولوجي. احنا بندرس ده كله من اجل العيان، من اجل الكلينيكال. بنركز فقط على ما يفيدك كطبيب، اللي هي يجي لك مثلا كامبريولوجي على هيئه كونجينيتال انوميليز، عيوب تكوينيه ومطلوب منك ان انت تشخصها وتعالجها. نفس الكلام في الاناتومي، احنا بناخد من الاناتومي ما يفيدك كطبيب اللي هتشتغل بيه مهنه الطب، مش بناخد اناتومي من اجل التشريح ومن اجل الجثث وكده والعضلات والكلام ده كله. فبالتالي هتلاقي ان الامبريولوجي متنفض من عليه التراب الكتير اللي انت اخدته في الكليه، واللي غالبا يعني ما ذاكرتوش، لان انا عارف الامبريولوجي بتعمل معاها ايه في الكليه، بس ما علينا مش موضوعنا يعني. لكن هنا لا، ما فيش حاجه مش مهمه، كله لازم تعرفه لانه مهم ليك ايضا كدكتور او كطبيب. دائما وابدا دكتور تاح دايما بيسمي علم الامبريولوجي علم ايه؟ لو حد عارف، انا دايما بسميه علم الانابيب. اه والله يا جماعه علم الانابيب، لان كل حاجه سبحان الله في الامبريولوجي اصلها انبوبه. يعني لما ناخد جي اي تي هتلاقيني بقول لك ان الجي اي تي اتكونت من انبوبه اسمها الجات تيوب. الهارت في الكارديوفاسكولار هتلاقيني بقول لك اصل القلب كان انبوبه اسمها الهارت تيوب. الجهاز العصبي اصله نيورال تيوب، كل نيورال تيوب، جات تيوب، هارت تيوب. هنا برضو نفس الكلام،
الايروي واللانجز كل مجرى الهواء بالرئتين بالالفيولاي بكل الليله دي بيتم انتاجها من انبوبه اسمها لارينجو تراكيال تيوب. يعني مع حيث ان احنا بنتكلم يعني في ايه، في لارينكس اللي هو زورك، وبعدين تراكيا، وبعدين برونكاي، وبعدين لانجز، فبيسموها لارينجو تراكيال تيوب. مهم جدا تعرف ان اللارينجو تراكيال تيوب اللي هي اللي لونها لبني دي بتتولد من رحم الجات تيوب. لك ان تتخيل ذلك يا راجل. والله عارف الانبوبه بتاعت الجي اي تي اللي هي تكون الجي اي تي، تكون الاسوفيجس اللي هو جزء من الجي اي تي، تلاقي الانبوبه دي طلع منها كده زي برعم او بط للامام. ذلك البرعم الامامي الذي يولد من رحم الجات تيوب اسمه لارينجو تراكيال تيوب، بيتولد من رحم الفارينكس. الفارينكس اللي هي بتكمل اسوفيجس، ستومك، انتستين، كده بتكمل جي اي تي يعني. فبيتولد من رحمها للامام كده برعم منفصل اسمه لارينجو تراكيال تيوب زي ما انت شايف كده اهو. الكلام ده امتى حضرتك؟ مع بدايه الاسبوع الرابع اهو. اقرا معايا الكلام فوق، هتلاقي اللارينجو تراكيال تيوب دي بتتكون من الميزوديرم. احنا عندنا كم طبقه في الجنين؟ في كم طبقه في الجنين؟ ثلاث طبقات، مهم جدا تحفظهم صم. طبقه خارجيه اسمها الاكتوديرم، طبقة داخلية اسمها الاندوديرم، طبقة وسطى في النص اسمها ميزوديرم. التلاتة دول بيتكون منهم كل الأنسجة لو ما كنتش تعرف يعني، عشان تفهم يعني إيه ميزوديرم. لو ما تعرفش هتعرف مني لما ناخد جنرال امبريولوجي، ما تستعجلش على رزقك. فاللارينجو تراكيال تيوب دي بتتكون منين يا فندم؟ قال لك بتتكون من الميزوديرم، تحديدا لو نفسك تطلع سهم وتكتب من الجات تيوب. بتتكون من الجات تيوب في بداية الأسبوع الرابع للأمام، بتتكون من البريميتيف فارينكس اللي هي جزء من من الجات تيوب. بتطلع على هيئة حاجة اسمها ريسبيراتوري دايفرتيكولم، برعم الجهاز التنفسي، هو ده اللي بيكون اللارينجو تراكيال تيوب. طب حلو، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لك والله اللارينجو تراكيال تيوب اللي اتكونت دي بتبدا تكون بقى تراكيا، تبدا تكون برعومين كده لتحت اسمهم برونكيال بادز ولانج بادز. اهو تراكيال اند برونكيال بادز، دي الخطوه اللي بعد كده، انزل على الصوره اهو، شايف يا فندم اهو، ادي التراكيو برونكيال تيوب. بس بص بدات تكون ايه؟ برعومين كده. برعومين دول يا فندم اسمهم برونكيال بادز او تراكيال بادز، اللي انت عايز تقوله قوله اهو. بعد كده دي اللي في النص هي اللي هتكون التراكيا، والاثنين دول هم اللي هيكونوا الايه؟ البرونكاي، اللي هم التفرعتين بتوع التراكيا. يبداوا يتفرعوا اكتر واكتر، يكونوا برونكاي اكتر واكتر، وبعد كده نبدا نكون اللنج يعني. اهي هي دي الفكره. فاهي بقول لك التراكيال اند برونكيال بادز بتبدا تبان فين؟ عند الديستال، الحته الاخرانيه، at the distal end of the laryngotracheal tube. الكلام ده مع نهايه الاسبوع الرابع. في بدايه الاسبوع الرابع اتكونت اللارينجوتراكيال تيوب، مع نهايه الاسبوع الرابع بدات تتفرع التراكيه او تراكيال وبرونكيال بادز وما الى ذلك. طب وبعدين؟ قال لك المفروض الاثنين يتفصلوا عن بعض بقى. بعد ما دي طلعت من دي، دي تتفصل عن دي. اهو الفارنجيال تيوب هي اللي هتكون الاسوفيجس كجزء من الجات تيوب او كجزء من الجهاز الهضمي، هي دي اللي هتكون المريء، وهتنفصل تماما من اللارينجو تراكيال تيوب برضو بنهايه الاسبوع الرابع. او بنهايه الاسبوع الرابع المفروض الاثنين يبقوا مفصولين تماما عن بعض زي ما انت شايف في الرسمه دي. شايف دي غير دي؟ دي الاثنين كانوا لسه متصلين ببعض، لكن هنا انفصلوا تماما عن بعض. فبينفصلوا تماما، ديك بتكون الاسوفيجس، وديك او دي بتكون التراكيا والبرونكاي وما الى ذلك. طب حلو جدا هذا الكلام. طب وبعدين ببدا اكون اللنجز بقى، بنسميها اللنج بادز. اللنج بادز برضو بتتكون من الديستال اند بتاع الريسبيراتوري دايفرتيكولم بنهايه الاسبوع الرابع، وابدا بقى اكون التفريعات الصغيره للبرونكاي. البرونكاي كانت بتتفرع لتفريعات صغيره تدعى برونكيولز، ابدا اكون بقى البرونكيولز
وده عن طريق ان البرونكيال بادز عماله تتفرع اكتر واكتر جوه اللانج بادز لغايه اما كون الرئه بالكامل. وعلشان كده انا بمر بخمس مراحل تكوينيه للرئه، الفايف ستيجز اوف لانج ديفلوبمنت، هم دول اللي موجودين عندك ومركز عليهم كويس قوي الفيرست ايد وعامل لهم جدول محترم. مفيش حاجة أحسن منه، فأخدته من الفيرست ايد وحطيته عندك هنا. هم الخمسة فيزز أو الفايف ستيجز أوف لانج ديفلوبمنت. قال لك اللانج بتمر بمرحلة اسمها امبريونيك فيز أو امبريونيك ستيج، وبعدين سودو جلاندولار ستيج، وبعدين كانا ليكولار ستيج، وبعدين ساكولار ستيج، وبعدين الفيولار ستيج. معلش عشان اسهلها لك، الرئه تبدا بمرحله الجنين، المرحله الجنينيه اللي هي امبريونيك، وبتنتهي بانها تبقى فولي ماتيور لانج او رئه كامله النضوج، والرئه او وما الرئه الا اكياس هواء، فما الرئه الا الفيولاي. فاخر مرحله عندك الاخيره اسمها الفيولار ستيج، وبينهم ثلاث مراحل وسطى. الثلاث مراحل الوسطى دول المفروض تكون فيهم ايه؟ الانابيب، حضرتك الانابيب اللي هتخش وتتوغل داخل الرئه، فاذا في اكيد مرحله في النص اسمها ايه؟ كاناليكولار فيز، دي موجوده في النص. اذا في امبريونيك الفيولار وكاناليكولار في النص. طيب وفي مرحلة ما قبل الالفيولاي اللي هي أكياس الهواء اللي لسه غير ناضجة، ساكيولز، ساكيولز اللي هي أكياس صغيرة، كويسات صغيرة، يسموها ساكيولار ستيج. وفي مرحلة ما قبل الكنالز أو ما قبل الكناليكولار، مرحلة ما قبل الكناليكولار دي اللي هي زي ما بيقولوا كده إيه؟ مرحلة أنابيب غير مكتملة النضوج، بنسميها سودو جلانديولار، أو دايما أنا أحب أقولها سودو كاناليكولار، كانوا المفروض يسموها سودو كاناليكولار، هي أشباه أنابيب، لسه ما هيش أنابيب ناضجة أوي. فإذا عندنا إمبريونيك ألفيولار، بعد كده كاناليكولار في النص. قبل الألفيولار في ساكيولار، قبل الكاناليكولار في سودو كاناليكولار أو سودو جلانديولار. الأسابيع بأرقامها مش مطلوبة منك على الإطلاق، لكن المسميات مطلوبة. الحاجة التانية اللي مطلوبة من حضرتك في هذا الجدول اللي بعلم عليه ده، هو اللي مهم إنه يتعرف، هو إنك تعرف أن الرئة بتفضل تتكون، أو هي العضو الوحيد تقريبا في الجنين اللي بيفضل ينضج ويتكون حتى الولادة، بيفضل ينضج ويتكون حتى الولادة. وعشان كده لو حد يقدر يرد عليا على الشات، لو عندكم أي فكرة أو معلومة، العيل اللي بيتولد بدري بينزل في السابع أو بينزل قبل الشهر الثامن، فاخر السابع في أول الثامن، ممكن يعاني من مشاكل على مستوى إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي أغلب الأطفال دول بيعانوا من مشاكل على مستوى الرئة، بيعانوا غالبا من مشاكل في التنفس واحتاج حضانة وكلام من هذا القبيل. ليه؟ لأن الرئة بتفضل تنضج حتى نص الثامن، لغاية نص الشهر الثامن. من نص الثاني من الشهر الثامن أول التاسع أمان يا معلم، اللي هو آخر الحمل. فشوف until birth. والله العظيم، بص يا فندم، والله ده اللي مكتوب أهو قدامك، ده اللي مكتوب. بص من week 24 until birth. يكفي ان اقول لك ان تكوين اكياس الهواء يستمر ايفن بعد الولاده. يا نهار ابيض. والله اول 8 سنين من عمر ابنك، اول 8 سنوات عدد اكياس الهواء عمال يزيد في الرئه عنده، والرئه بتاعته عماله تنضج اكتر واكتر وتزداد نضجا علشان تخدم باكسجين على جسمه اللي بيكبر. يعني إذا الرئة عضو مش بيكتمل نموه وبيكتمل نضوجه بدري زي القلب مثلا. القلب في أول 3 أشهر من الحمل بيخلص، بيكمل خلاص، يحصل فيه شوية بقى تغييرات وتحويرات لكن كستراكشر اكتمل، لكن اللنج بتاخد وقت جامد علشان خاطر
تنضج يكتمل نضوجها بالكامل. اهو بص يا فندم، حضرتك في الامبريونيك ستيج هي دي اللي بتبدا من تكون اللونج بود والتراكيه والبرونكيال بودز والحدوته اللي احنا حاكينها فوق واللي الفيرست ايد لم يتحدث عنها تفصيليا. هنا بيقول لك في الامبريونيك فيز بنبدا نكون الشوارع الرئيسيه، زي بالظبط لما تيجي تبني مدينه لازما بتحفر الشوارع الرئيسيه الاول. اهو بيقول لك بنكون المين ستيم برونكاي، الشوارع الكبيره بس الجانبيه، السكندري برونكاي، التيرشري برونكاي بالكتير. يعني انا ببدا اكون لونج والقنوات الرئيسيه. تمام؟ خد بالك اي خطا او اي ايرور في تلك المرحله غالبا بيمانيفست اتسلف استراكيوسوفيجيال فيستولا اللي الفيرست ايد لم يتحدث عنها بالتفصيل، بس احنا هنتكلم عنها بالتفصيل تحت اللي هي هنقول ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. لكن خد بالك اشهر كونجينيتال انوم اللي بيحصل في تلك المرحله هو كونجينيتال انوم اللي يدعى تراكيو وصوفيجيال فيستولا، هنتكلم عنه بالتفصيل حالا. سودو جلاندولار فيز او السودو جلاندولار ستيج، السودو جلاندولار ستيج دي اللي انت بدات تكون فيها بقى الكاناليكيولاي. طب ما تيجي نتكلم على الكاناليكيولاي عشان نفهم هي ايه. الكاناليكيولاي دي هو ان انت كونت كل القنوات بكامل هيئتها، يعني كونت البرونكيولز لغايه التيرمينال برونكيولز والريسبيراتوري برونكيولز. اللي عنده فكره يعني كده او ابجد هوس في دماغه هيعرف ان التيرمينال برونكيولز والريسبيراتوري برونكيولز دول اصغر برونكيولز اللي هم قبل الالفيولاي على طول. فبالتالي التيرمينال برونكيولز والريسبيراتوري برونكيولز بتتكون بالكامل، وببدا اكون الالفيولار داكتس اللي هي هتكون لي اكياس الهواء. تمام؟ وبكون كمان الكابيلاريز والأوعية الدموية اللي بتبقى حول تلك البرونكيولز وحول تلك أكياس الهواء عشان خاطر يحصل جاز اكستشينج أو يحصل تبادل غازات أكسجين وكربون دايوكسيد والكلام اللي إحنا عارفينه ده كله. طيب حلو جدا 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 هذا الكلام. على فكرة كاناليكيولاي واكتمال تكون الدكتس اللي هي المواسير بيبدأ عند الأسبوع العشرين، و يستطيع الطفل التنفس وانه يشغل الرئه بتاعته من اول ما بيتم الاسبوع الخامس والعشرين، ويك 25. مش مهمه الارقام برضه، دي لعلمك بس، لكن دي مش مهمه، مش هتتسال ارقام. طيب مرحله ما قبل الكاناليكيولاي، قلنا مرحله ما قبل الكاناليكيولاي هي السودو كاناليكيولاي او السودو جلاندولار. مهم تعرف ان الكاناليكيولاي دي بتيجي من تفريعات صغيره من التراكيو برونكيال بادز. التراكيو برونكيال بادز دي، برونكيال بادز دي بتبدا تفرع تفريعات صغيره. التفريعات الصغيره دي اللي انا عايزك تعرف اسمها اندوديرمال تيوبيولز. اسمها ايه؟ اندوديرمال تيوبيولز. هي دي اللي ليتر اون هتكون مين؟ التيرمينال برونكيولز اللي هي الكاناليكيولاي. هنا عند السودو جلاندولار لسه العيل ما ينفعش رئته تشتغل، لسه الريسبيريشن هنا امبوسيبل اساسا، وهنا الرئه ما ينفعش تشتغل خلاص. فبالتالي من هنا بقى من الكاناليكيولار وانت طالع العيل ممكن رئته تشتغل، يعني ممكن لو اتولد في اللحظه دي الرئه تتنفش وتشتغل عادي وتشتغل في وظيفه التنفس، بس هتشتغل كويس ولا لا؟ لا دي حاجه ثانيه بقى. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم على الالفيولار ستيج عشان نروح نتكلم على المرحله اللي قبليها اللي هي الساكيولار. الالفيولار ستيج هو اللي انت كونت فيها كل كياس الهواء بالكامل. كل كياس الهواء بتتكون اللي هي التيرمينال ساكس اللي هي الادلت الفيولاي بالحواجز اللي بينهم اللي هي السيبتي اللي ما بينهم. وعلى فكره لك ان تتخيل ان من اول الاسبوع السادس والثلاثين، حد عارف السادس والثلاثين ده اللي هو اخر شهر اللي هو اخر الثامن، ما تكون الست بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في التاسع، العيل بيبدا يتنفس انيوترو يا راجل. اه والله يبقلل، يبقلل جوه الرحم. بيبقلل ايه؟ بيبقلل في الامنيوتيك فلويد اللي هو السائل اللي حواليه، بيبدا يبقلل ويشيش. انا اسف في الكلمه، شوف انت عامل دماغ من وانت جوه. اه والله يبدا يبقلل كده ويشيش. طبعا ما بيطلعش بقلاله، ما بيطلعش هواء، ما فيش هواء لسه، هو زي ما بيقولوا كده بيطلع امنيوتيك فلويد.
بياخد امنيوتك فلويد ويطلع امنيوتك فلويد عادي خالص، لان هو عايم اصلا في فلويد يعني. فبالتالي بيعمل اسبيريشن اند اكسبالشن اوف امنيوتك فلويد. على فكره في ستات بتحس بده. اه والله ما اعرفش يا جماعه، تسمعوا عن حد حامل او عن ست مثلا حامل في العيله عندكم قالت انها في الشهر الاخراني كده بتحس زي ما اكون، بخلاف حركه العيل اللي هو بيبقى عنده ركب بقى وايدين ورجلين ويبص لها رجله كده، بيقول لا بس بحس كده بزغزغه بسيطه، او بحس بزغزغه غريبه كده، بفتكرها غازات عند، بحس بزغزغه غريبه كده في الرحم عنده. الزغزغه الخفيفه دي اللي بعض الستات بيحسوا بيها، مش كلهم طبعا، دي بتكون ممكن تكون حركات التنفس بتاعت العيل ان هو قاعد ياسبيريت ويكسبيل الامنيوتك فلويد يعني. المهم مش ده موضوعنا يعني، لكن ده لما بتتكون الالفيولاي خلاص، اكياس الهواء اتكونت. اكياس الهواء دي اصلا كانت ساكيولز في الساكيولار ستيج. في الساكيولار ستيج بعد ما كونت الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولار داكتس، الالفيولار داكتس دي بتبدا تكون الكياس، يعني كانها اماتيور تيرمينال ساكس او اماتيور الفيولاي، لسه ما اتفصلتش عن بعضها قوي بالسبتي. حتى بيقولوا على الاوض او الحيطان اللي متكونه بين الالفيولاي هنا انها لسه برايمري سبتي. برايمري سبتي يعني حيطان اوليه، انما اللي بتبقى فاصله الالفيولاي الماتيور حيطان سكندري، سكندري سبتي اللي هي ماتيور انف وبقت واضحه ويل فورم. فدايما بقول ايه، الساكيولز كانها اماتيور الفيولاي، السودو جلانديولار كانها اماتيور كاناليكولار، وعندك امبريونيك وعندك الفيولار. امبريونيك الفيولار كاناليكولار سودو جلانديولار ساكيولار ليه قبل الالفيول. سمعونا احلى اوكي على الخمسه ستيجز بتوع اللنج ديفلوبمنت والاير واي اند لنج ديفلوبمنت. عيد لي الكلام مرة تانية، عيد لي الكلام مرة تانية على الدياجرام الجميل اللي قدامك ده. اسمه ايه؟ ده اللارينجو تراكيال تيوب اللي هي بتتولد من رحم الفارينجيال تيوب، وده هي بدأت تكون التراكيال سلاش برونكيال بادز، وبعد كده انفصلت تماما عن الاسوفيجس او عن البريميتيف فارينكس، وبعد كده بدأت تكون التراكية والبرونكيال بادز، بدأت تتفرع لبرونكيولز، تتفرع أكتر وأكتر 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 يا سودو جلانديولار بقى، صح؟ سودو جلانديولار وكاناليكولار، بص تتفرع كل ما تتفرع أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، دي اسمها سودو جلانديولار كاناليكولار، خلاص؟ سودو جلانديولار كاناليكولار، بعد كده ببدأ أكون الساكيولار اللي هي بدأت تكون الإيماتيور ألفيولاي اللي هي هتكون بعد كده الألفيولاي ونسيج الرئة إتسلف. طيب أدي دياجرام الفيرست إيد. خلاص أدي دياجرام الفيرست إيد. معلش يا جماعة أنا لسه ما فتحتش المجال للأسئلة، اللي بيسألوا أسئلة ومستعجلين على راسي من فوق، بس انا بقول لك اديني اوكي على اللي طلع من بوقي، ما قلتلكش لو عندك سؤال اتفضل، فنلتزم بمواعيد الاسئله. اديني فرصتي ان في ناس بتسال اسئله في حاجات لسه هنقولها يعني. خلاص؟ طيب حلو خالص. ادي ده الدايجرام بتاع الفيرست ايد، ما اعرفش الحقيقه يعني ايه اهميته، بس انا شايف انه دايجرام ملوش اي لازمه، بس انا جايبه لك عشان اطمنك بس. بس هو الفيرست ايد عامل مسطره يعني بيوريك ان بتبدا او الموضوع بيبدا اهي مع الشهر الرابع يعني. او مع الشهر الرابع وبيكمل لغايه 8 سنين زي ما حضرتك شايف كده. قياس الهواء بتفضل تزيد في العدد لغايه سن 8 سنين، واخد لي بالك؟ مش مهم يعني، لكن ده برضو الامبريونيك السودو جلانديولار الكاناليكولار الساكيولار الالفيولار اها يعني بيوريك ان دي الامبريونيك بيريود، بعد كده الفيتال بيريود، بعد كده ايفن بوست نيتال بعد ما العيل ما بيتولد بنكمل لانج ديفلوبمنت يعني. اهو ناس بقى تيجي تسأل السؤال الوجودي. السؤال الوجودي ده بيبين ان الشخص بيفهم امبريولوجي الحقيقه، اللي هو شخص فيه في دماغه شويه امبريولوجي يعني بتمشي كده. بقول لي ايوه يعني كده انت عايز تقول لنا ان كله جاي من الميزوديرم؟ ما هو انت قلت ان التيوبه دي اهي طالعه من الجات تيوب، والجات تيوب ده ميزوديرم. هل معنى كده ان كله جاي من الميزوديرم يعني كل الاير ويز بكل اللانجز كله جاي من الميزوديرم؟ لا.
ركز. الإبيثيليال لايننج اللي هي البطانة الداخلية، بطانة الإبيثيليوم اللي بتبطن الريسبيراتوري تري، الإبيثيليال لايننج ده ما بيبقاش جاي من الميزوديرم، ده بيبقى جاي من الإندوديرم. بيجي إزاي وتفاصيله إيه؟ لا مش مطلوب منك، مطلوب منك اللي يفيدك كلينيكال بس. لكن الإبيثيليال لايننج اللي جوه في قلب الأنبوبة من الداخل ده بيجي من الإندوديرم. إنما بقى الكونكتيف تيشو والكارتليج والماسل ونسيج الرئة والكلام ده كله، ده كله جاي من الميزوديرم، من التيوبة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي حالا فوق. إذن يا جماعة الايرويز واللنج تمثل combination of endoderm and mesoderm. الاندوديرم هو الإبيثيليال، متمثلا في الإبيثيليال لاينينجز بطانة الإبيثيليام الداخلية، أما كل ما تحويه اللنج والايرويز من أنسجة زي كونكتيف تيشو، غضاريف، عضلات، كلام من هذا القبيل، كل ده جاي من الميزوديرم. طب حلو، هاجي واقف بقى هنا حضرتك واقفة مهمة جدا، واخد الأسئلة على مدار 5 دقائق. ناخد 5 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق كده أسئلة. اللي عنده أسئلة يتفضل. في حد بيقول لي احنا فين من الفرنجال أبريتاس؟ لا مالكش دعوة بالفرنجال أبريتاس دلوقتي خالص، الفرنجال أبريتاس دي بتنتج حاجات تانية خالص، خليك في اللي أنا بقوله. الله يكرمك. May I ask about the origin of the airway? Is it endodermal, mesodermal? شفت يا أيمن؟ احنا قلنا هذا الكلام خالص. دكتور إيه الفرق بين لونج بض وتراكيال بض؟ ولا حاجة، ما هي كلها بضز مخدمة على بعضها. يعني دي التراكيال بض اهي، تدي 2 برونكيال بض، وبعدين في اللونج بض في الآخر، هو كله في الآخر هو بيكون الجهاز التنفسي يعني، لا أكثر ولا أقل. بس كله حاجة واحدة من اللي هي من اللارينجو تراكيال أبريتاس أو اللارينجو تراكيال تيوب. طيب بلال بيقول لي سين سؤال السورفاكتنت عبارة عن إيه؟ ما هو السورفاكتنت هنتكلم عنه في الفوسيولوجي. ماشي؟ السورفاكتنت هنتكلم عنه في الفوسيولوجي بالتفصيل. مفيش أي مشكلة خالص، مصطفى يو ار مور ذان ويلكم، فليكسبل تماما، اخرج ادخل من الموبايل زي ما أنت عايز. في حد بيسأل بيقول لي وات از ذا رول اوف ذا كورتيكوستيرويد فور ذا ماتيوريتي؟ يا جماعة ما تستعجلوش، أنت مستعجل على إيه يا أخويا؟ هنفخك إن شاء الله في السيرفاكتنت والريسبيراتوري ديستريس سندروم، ما تستعجلش قوي على النفخ كده، هتتنفخ ما تقلقش. حاضر، هنفخك حاضر، ما تقلقش. ها؟ طب كويس جدا. تعالوا نتكلم بعد كده. تراكيوسوفيجيال فيستولا. لا في حد بيسالني بيقول ممكن يا دكتور تديني سؤال كده كمثال ازاي بيتسال على الجدول ده؟ ايوه، ما هو السيشن حل الاسئله لازمتها ايه؟ لما نبدا سيشن حل الاسئله هتشوف كل الكلام ده بيتسال ازاي. ذاكر بس، اوكي؟ ذاكر بس، ماشي؟ جميل. طيب تراكيوسوفيجيال فيستولا، هنا تبدا اهميه اي مرض كلينيكال انتيتي كده، ده بيبقى مغري في المعادله انك تسال فيه سؤال. فالتراكيوسوفيجيال فيستولا هنا بتبدا الايه؟ الكلام المهم بقى او الكلام المفيد بقى. تراكيوسوفيجيال فيستولا من الموضوعات المكرره، بمعنى ايه من الموضوعات المكرره؟ يعني هتلاقيني هو بقوله في الجي اي تي برضه، لان ما هو تمشي انها مشكله في المريء في الاوسوفيجاس، وتمشي انها مشكله في التراكيه في الاير واي، معنى هي فممكن تتشرح هنا وممكن تتشرح هنا، فبتتقال في الاثنين بطريقتين مختلفين بعض الشيء. لكن ايه يعني، هتسمع كلام هنا ما سمعتوش هنا، وهتسمع كلام هناك ما سمعتوش هنا، وهتسمع كلام في الاثنين كومن، فيلا او زياده الخير خيرين، بنعيد على الحاجه اكتر من مره يعني. التراكيوسوفيجيال فيستولا يا شباب يا محترمين، هنا مهم تعرف ان هي بسبب ايه؟ ان اللارينجو تراكيال تيوب والاوسوفيجس ما انفصلوا شيء. عارف الخطوه دي؟ اللي هي خطوة إن الاتنين بينفصلوا عن بعض؟ ما حصلش، ما انفصلوش انفصال تام، أو حصل ابنورماليتي أثناء
حدوث تلك الخطوة، مما أدى إيه؟ إن العيل بيتولد بمشكلة تكوينية. المشكلة التكوينية دي غالبا بنسبة 80 أو 85% بتكون المنظر اللي أنت شايفه قدامك في رقم واحد اللي هو تايب 1. فبص تلاقي الموضوع انتهى بالمطاف إن الأسوفيجس المريء انتهى ببلايند اند تيوب، والجزء الديستال من أنبوبة المريء بقى فاتح رسمي كده، فاتح بفيستولا في الجهاز التنفسي اهي، اللي هي بيتقال عليها اوسوفيجيال اتريزيا، يعني انسداد المريء ويز ديستال فيستولا. الديستال فيستولا اللي هي الجزء الديستال اللي هو جزء المريء اللي مكمل على الاستومك هنا، مكمل على المعده هنا، الجزء ده بقى متوصل في مجرى التنفس او في التراكيه، اللي هي بيتقال عليها تايب 1. التايب 1 ده يا جماعه هو الموست كومن تايب، وده اللي لازم اي حد ان شاء الله يكون كفيف داخل الامتحان، او ان شاء الله يكون اي كيو شمبانزي، انا اسف في الكلمه يعني، لازم يبقى عارف. يعني انت لازم تبقى عارف تايب 1 ده على الاقل. بقيه الانواع مقبول خالص ان انت ما تعرفش عنها حاجه، لكن تايب 1 لازم انت تعرفه، ان الموست كومن تايب هو اوسوفيجيال اتريزيا ويز ديستال فيستولا. جميل، امين. هاويفر في انواع تانية لو نفسك تعرفها يا ريت، يبقى كتر الف خيرك. في تايب 2، تايب 3، تايب 4، تايب 5، هم خمس انواع على بعض. الصوره دي متاخده من اليو وورلد بالمناسبه. تايب 2 ما فيهاش فيستولا خالص، هي اسمها تراكيو اوسوفيجيال فيستولا بس ما فيهاش فيستولا. هو الحكايه كلها ان الاوسوفيجس بقى حتتين، يعني هو المفروض الاوسوفيجس كان يبقى تيوبا مكمله كده، ما كملتش، ما هم بقى حتتين منفصلين عن بعض تمام، لكن ما فيش فيستولا. دي بتتسمى يا جماعه النوع الثاني ده بيتسمى ايزوليتد اوسوفيجيال اتريزيا، هنا في انسداد في الاوسوفيجس فقط ولكن لا يوجد فيستولا تايب 2. طب تايب 3، تايب 3 اللي بيقولوا عليه الاتش تايب او حرف الاتش، بمعنى ايه؟ هنا ما فيش اوسوفيجيال اتريزيا، الاوسوفيجس مكمل كتيوبا واحده، بس المشكلة إنه بقى فيه مجرى أبنورمال موصل الأوسوفيجس بالتراكية زي ما أنت شايف بالمنظر ده، فعاملين مع بعض حرف اتش، شايف حرف الاتش اهو، حرف الاتش اهو، فبيسموه الاتش شيب أو الاتش تايب تراكية أوسوفيجيال فيستولا. ده تايب 3 والثيرد موست كومن، يمثل 4% من الحالات. طيب في تايب 4، تايب 4 البروكسيمال أوسوفيجس والديستال اوسوفيجس كلاهما متوصلين في التراكيه زي ما انت شايف كده، اللي هي بيتقال عليها ايه؟ اوسوفيجيال اتريزيا برضو، ما هنا في انسداد برضو في الاوسوفيجس لكن ويز ايه؟ ويز بروكسيمال اند ديستال فيستولا، في بروكسيمال وفي ديستال فيستولا بالاثنين، يعني يسميها اوسوفيجيال اتريزيا وبروكسيمال اند ديستال فيستولا، دي تمثل 2% من الحالات. وفي نوع بيمثل 1% فقط في تايب 5، ده شبه تايب 1 بس في فرق، ان الحته البروكسيمال هي اللي بقت متوصله في مجرى الهواء تمام، الحته الديستال هي اللي فيها اتريزيا تمام. ده اللي هو بيمثل 1% فقط، ده اللي هو اوسوفيجيال اتريزيا وبروكسيمال فيستولا. عشان كده انا دايما بقول ايه، ايه انواع التراكيو اوسوفيجيال فيستولا؟ اذا في نوعين بتحفظهم مع بعض، بص، اتريزيا بديستال فيستولا، اتريزيا ببروكسيمال فيستولا، ده الاول الموست كومن والليست كومن، اتريزيا بديستال فيستولا، اتريزيا ببروكسيمال فيستولا. بعدين في اتريزيا ببروكسيمال وديستال فيستولا، الاثنين مع بعض، اتريزيا ببروكسيمال وديستال فيستولا. بعد كده في نوع ما فيهوش فيستولا خالص، نو فيستولا خالص، اللي هو اتريزيا فقط. وفي نوع حرف الاتش، دول النوعين اللي بيتحفظوا في النص. فاذا اتريزيا بديستال فيستولا، اتريزيا ببروكسيمال فيستولا، اتريزيا ببروكسيمال وديستال فيستولا، وبعدين في اتنين في النص اللي هم ايه؟ اتريزيا بس مفيش فيستولا، ونوع اللي هو الاتش شيبد تايب زي ما انت شايف كده. خلاص؟ اتحفظوا الانواع ده لو نفسك تعرفهم يعني، لكن اضعف الايمان لازم أن تبقى داخل الامتحان عارف النوع الاول اللي هو الاتريزيا بديستال فيستولا، اتريزيا بديستال فيستولا ده 85% من الحالات. وعلشان كده لما بنشرح الاعراض
نحن نشرح الاعراض بناء على الموست كومن تايب، كان الطفل مصاب بالموست كومن تايب. هو ده اللي انا بطبق عليه الاعراض وبشرح لك الاعراض. طيب واحده واحده بالراحه بالراحه ونفهم مع بعض. كلنا عارفين ان الطفل في الرحم او الجنين في الرحم بيبقى عايم في ميه، في سائل، في حمام سباحه كده. الميه دي اسمها ايه؟ حد عنده فكره؟ الميه دي اسمها ايه؟ امنيوتيك فلويد. برافو عليكم، اسمها السائل الامنيوزي. طب جميل جدا، الامنيوتيك فلويد او الميه دي مصدرها ايه؟ جايه منين الميه دي؟ بيبي. اه والله بيبي. ايه ده بتتكلم جد يا دكتور؟ اه والله العظيم بيبي، ده بيبي الجنين. اه والله يا جماعه الجنين لا مؤاخذه بيشخ، يعني انا اسف في الكلمه يعني. اه والله، وهو ده اللي بيعمل الامنيوتيك فلويد اللي حواليه. تخيل، شوف، وبتنزل تتكبر على خلق الله وتعمل نفسك الجهبذ وانت اصلا كنت عايم لا مؤاخذه، يعني انا اسف في الكلمه، كنت عايم في شختك جوه الرحم. حاجه زي الزفت والله العظيم. الناس فاكره نفسها يعني، شوف اصلك يا راجل، ارجع على اصلك. المهم يعني ما علينا، المهم ان الامنيوتيك فلويد ده اصلا بيبي الجنين. طب وبيروح فين؟ يعني الميه دي بتروح فين؟ بيبلعها. شوف القرف، شوفوا بتتعالى برضه على تبلعها والله العظيم بالجي اي تي. يعني زي ما بيقولوا كده، حنفيه الامنيوتيك فلويد هي البيبي اليورينري سيستم، وبلاعه الامنيوتيك فلويد هي الجي اي سيستم. تمام؟ وبتبلعها عشان خاطر بقى تزود الانتاج، يعني زي ما بيقول كده. برافو عليك، ممتاز. اه والله. المهم، طب لو طفل عنده هذا المنظر، الاسوفيجس منتهيه ببلايند تيوب، اخبار البلع ايه؟ شغال ولا مش شغال؟ البلع مش هيشتغل خلاص، لان مفيش، الانبوبه مش مكمله حضرتك، الانبوبه مسدوده، فكان البلاعه مسدوده، يبقى مش هيبلع كما ينبغي. طب لما تكون الحنفيه مفتوحه لكن البلاعه مسدوده، ايه اللي هيجرى كده للسائل بتاع الامنيوزي او الامنيوتيك فلويد؟ اللي هيجرى له هيتراكم، تراكم الامنيوتيك فلويد بنسميه بولي هيدرامينوس. بولي هيدرامينوس مينز انكريز ان امنيوتيك فلويد. طب ده ده من هو جوه الرحم، ده من هو العيل جوه. بولي هيدرامينوس ديو تو ان ابيليتي تو سوالو ذا امنيوتيك فلويد، وده بيبان بالالترا ساوند، وده الايرليست مانيفستيشن اوف تراكيوسوفيجيال فيستولا. طيب جميل، اقول لك على حاجه ما خدناش بالنا، او ما خدتش بالك انت، ما تابعتش بسونار، او ما تابعتيش بسونار كما ينبغي، العيل ممكن يموت، يفطس. طب ما افطس يا اخي، ربنا كرمه ونفخ في صورته وعاش، كمل كمل، ولدت بدري مش عارف ايه، هوب تخ ترخ ولدت. طب الواد هيتولد عارف يبلع ريقه او في بلع شغال لو اتولد؟ رد عليا الإجابة نو، والله ما فيش بلع. فبالتالي بص تلاقي الواد بيريل من يوم ما اتولد، عمال ريالته نازلة على بقه كده، أو اكسسيف درولينج، والواد عمال كل شوية يشرق ويكح. طب هو سؤال، هو ليه عمال كل شوية يشرق يتشوك ويكف؟ ليه عمال يشرق ويكح؟ لأن لا مؤاخذة الـ HCL الحمض بتاع الاستومك عمال يرجع ويخش عنده فين؟ بيخش عنده فين؟ في مجرى الهواء. طب يعني في حاجة مش هرقاه دايما، يعني في حاجة عمالة تخش في مجرى الهواء، زي ما شوية مية كده يخشوا في مجرى الهواء عندك فتكح وتشرق، فتلاقي الواد ولا عارف يبلع وعمال في نفس الوقت يكح ويشرق وإيه ويرجع، في حاجات عمالة ترجع من بقه، ريجرجيتيشن. أه عمال يرجع، تيجي الست تحاول ترضعه، ما هو اللبن ما بينزلش، بيتراكم هنا، اللبن عمال يتراكم هنا، فالواد كل اللبن اللي بيرضعه أي رضعة يرضعها عمال يرجعها ترجع بالكامل. فيش حاجة، مفيش فايدة. خلاص؟ طيب، حلو جدا. مع وجود الفيستولا هيحصل حاجتين. خليني أمسح بس علشان الكلام يوضح أكتر. مع وجود الفيستولا سيحدث حاجتين، أو هتحصل حاجتين. الفيستولا دي هتخلي الهواء اللي هنا يخش هنا، والـ HCL اللي هنا يرجع وينزل هنا. خدلي بالك، الهواء اللي في مجرى الهواء يخش في المعدة، فالمعدة تتنفخ هواء،
المعدة تتنفخ هواء واشوف اير انتري انتو ذا ستومك والامعاء والانتستين، فده هيودي الى انتفاخ ابن ناس، الواد منفوخ هواء، الهواء كله عمال يخش عنده في الايه، في الجهاز الهضمي. تمام؟ مش بس كده، الجاستريك فلويد ممكن يرتجع ويدخل في المريء في الاسوفيجاس ويعمل اسبيريشن نيمونيا، التهاب رئوي، لان تخيل انت حطيت حمض هيدروكلوريك في مجرى الهواء ووصلته للرئتين، هيحصل التهاب رئوي حاد. تمام؟ طيب طبعا العيل اول ما بيتولد بالليله دي بيحسوا ان في حاجه غلط، وقتي على طول بيروحوا دكاتره الاطفال خصوصا لو انت في مستشفى محترمه، يعملوا اشعه، ومش بس كده بيحاولوا يدخلوا شفاط، مش دي من اوائل الخطوات اللي بيعملوها دكاتره الاطفال، حد حضر ولاده قبل كده، بندخل شفاط ونشفط للواد، نحاول نشفط له، صح؟ اول حاجه بيعملوها ان هم بيدخلوا النيزو او الاورو جاستريك او الاورو فارينجيال تيوب، حاولوا يدخلوا تيوبه في المعده وبيحاولوا يدخلوا تيوبه في مجرى الهواء. هتيجي التيوبه اللي بيحاولوا يدخلوها في المعده اللي هي النيزو جاستريك تيوب، هتكمل ولا مش هتكمل؟ هيعرفوا يدخلوها ولا مش هيعرفوا؟ الاجابه بيس او بنو، مش هيعرف. ودي دي من اوائل الحاجات برضو اللي بتخليهم يلاحظوا ان في inability to pass nasal or orogastric tube into the stomach، لكن التيوب بتاعت مجرى الهواء ممكن تعدي عادي، تيوب مجرى الهواء بتخش، لكن التيوب اللي هتخش في المعده مش بتمشي. وبيعملوا اشعه بيلاقوا ان التيوب فعلا واقفه في حته في المريء ولف على نفسها كده ومش عارفه تادفانس اكتر من كده، فبيتاكدوا هنا ان التشخيص استراكيو اسوفيجيال فيستولا. في الحاله دي الطفل يتلحق، يتلحق بايه؟ جراح اطفال. خلاص، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا، صباعي بيهرشني بس مش اكتر، يعني جراح ايه؟ اطفال. الجراحين اللي ايه؟ الاطفال، صوابعي مش عارف مالها. والله تمام، والله بتتعمل العمليات اللي زي دي والعمليات المعقده دي، بتتعمل في مستشفى بوريش بتاعت القصر العيني، بتتعمل وفور فري كمان، بس طبعا بقى الادوات تبقى موجوده والدنيا تكون حلوه، ما اعرفش الدنيا الوضع هناك ماشي ازاي، لكن كلها انتوا عارفين ماشيه بالتبرعات يعني. المهم anyway، ولكن في اطفال بتتلحق، في بيموتوا كتير، في كتير بيموت ما بيعيش، وفي كتير او في برضه بيعيش، يعني يكفي ان انا اقول ان في حد اهو معانا في الكورس حاليا اهو على الشات بيقول انه كان عنده تراكيو سوفيجيال فيستول، مش هقول طبعا اسماء حفاظا على الخصوصيه. طب ده عاش ازاي وصل انه دخل معانا الكورس؟ ما هو اكيد بقى يعني عمليه، اكيد عمليه. تمام؟ فاني واي اتلحق، ربنا كرمه يعني. ما في اطفال بتتلحق، مش ما فيش. مهم تعرف بس ان التراكيو سوفيجيال فيستولا كمشكله تكوينيه ممكن ما تكونش لوحدها، يعني ممكن تاكزيست مع مالتيبل اذر انوميليز. في انوميلي مشهور جدا اسمه فاكتيريل انوميلي، يقولوا عليه كده فاكتيريل انوميلي، بيبقى عباره عن تراكيو سوفيجيال فيستولا وحاجات تانية كتير. اللي سماها فاكتيريل على اساس يعني اول حرف من كل انوميلي بتحصل، يعني في ستاندز فور مشاكل في الفيرتبرا، في الفقرات، فيرتبرا الانوميليز، ايه مشاكل في فتحه الشرج، اين الاتريزيا، بتلاقي في انسداد في فتحه الشرج، فتحه الشرج مسدوده، سي كاردياك انوميليز، مشاكل تكوينيه في القلب، تي تراكيو، اي اوسوفيجيال، فتراكيو اوسوفيجيال انوميليز اللي هي تراكيو اوسوفيجيال فيستولا، بعدين ار رينال انوميليز، مشاكل تكوينيه في الكلى او في الكلى، ال لمب انوميليز، مشاكل تكوينيه في الايدين والرجلين، زي انه ينزل بست صوابع، ينزل ناقص صباع، حاجات من هذا القبيل يعني. فلمب انوميليز اسمه فاكتيريل انوميلي سندروم او فاكتيريل سندروم، يعني عايز يقول لك ان التراكيوسوفيجيال فيستولا ممكن تحصل لوحدها او ممكن تحصل كبارت او كجزء من الفاكتيريل سندروم. فلازما اي طفل يبقى عنده تراكيوسوفيجيال فيستولا تشوف ان كان عنده فاكتيريل ولا ما عندوش. طيب حلو،
الانوميلي الثاني او المشكله التكوينيه الثانيه، ودي برضو لا تقل اهميه عن الاولانيه اللي هي التراكيوسوفيجيال فيستولا نمبر 1. المشكله الثانيه اسمها كوينا الاتريزيا. اسمها ايه؟ كوينا الاتريزيا. طبعا انا هاخد اسئله ثاني او هاخد اسئله اللي عنده اسئله بعد ما اخلص الكوينا الاتريزيا. الكوينا الاتريزيا يا جماعه يعني ايه كلمه كويني؟ كويني فتحات الانف، فتحه الانف، اني فتحه؟ ايه ده، ما هم فتحتين. انا لا، دول اربع فتحات. اربع فتحات ايه يا دكتور؟ هو مناخيري فتحتين ولا لا؟ ما في فتحتين قدام وفي فتحتين اخواتهم من ورا. اولا في الانتيريور كويني وفي بوستيريور كويني. فمعلش يعني اللي يسالك لما تسال حد من عامه الشعب البني ادم عنده كم فتحه، كم فتحة تنفس او كم فتحة مناخير، البني ادم العادي اللي هو من عامة الشعب يقول فتحتين اهو، واحد اثنين. لا، انت كدكتور المفروض تقول اربع فتحات، اثنين في الامام واثنين في الخلف، اثنين انتيريور كويني واثنين بوستيريور كويني. اهو ده اهي، دي الانتيريور كوينا ودي البوستيريور كوينا اللي هي من ورا عند النيزوفاركس. تمام؟ طيب حلو خالص. ايه اللي بيحصل عند بعض الاطفال؟ بتحصل مشكله تكوينيه بان البوستيريور كويني دي بتبقى مقفوله مسدوده بالمنظر اللي انت شايفه ده، يا مسدوده بعظمه زايده اتكونت ما نعرفش ازاي، يا مسدوده بممبرين، يا غشاء يا عظمه، يا غشاء يا عظمه. اهو ده عباره عن فيلير اوف ذا بوستيريور نيزال باسج تو كانالايز كومبليتلي. الأنف من الخلف ما عملتش القناة بتاعتها، فبيبقى فيه يا إما بوني يا إما ممبرينس أوبستراكشن. طب مين الموست كومن اللي بيمثل 90% من حالات عظمة الحقيقة للأسف؟ مش ممبرين. طب هو ده مشكلته إيه؟ والله على حسب. في يونيلاترال كوينا الأتريزيا تحصل في ناحيه واحده، يا يعني الناحيه اليمين يا يعني الناحيه الشمال فقط، وعلى فكره دي الموست كومن. يعني الموست كومن انها تبقى بوني، والموست كومن انها تبقى في ناحيه واحده مش الناحيتين. فالموست كومن تبقى يوني لاترال او ممكن تبقى باي لاترال على الناحيتين. التركه هو لو يوني لاترال، هل في عيل صغير لسه مولود اقول لك بابا انا مناخيري الشمال مش عارف اتنفس بيها؟ لا، هيتنفس بالموجود وخلاص، هيتنفس بالناحيه اليمين ويعيش بيها على كده وخلاص. بس هتبدا انت كشخص او انت كاب تحس ان دايما الواد ده ايه؟ خرم مناخيره الشمال عمال يجيب في ايه؟ حد يرد؟ عمال يجيب في ايه؟ عمال يجيب في افرازات وبرابير، وعمال يجيت انفكتد، وكل شويه عمال يجيب كلاكيع وبرابير صفرة، ودايما الواد مبربر من ناحيه واحده، ديستشارج من ناحيه واحده. ليه؟ كل البرابير ما بتدرنقش، ما فيش درنقه، ما فيش وسيله للدرنقه، فكله بيدرق على بره، كله بيدلدق على بره. الوقت تلاقي دايما عنده كونتينوس ديسشارج دايما، ودايما عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن في ناحيه من الناحيتين. الاب والام يا بياخدوا بالهم يا ما بياخدوش بالهم، وعايز ابهرك واقول لك ان الغالبيه العظمى بياخدوا بالهم للاسف يعني. ليه؟ لان الحقيقه يعني الاب والام بيركزوا مع عيالهم كويس جدا في الحاجات دي يعني. اغلبهم يعني اهو شوف بيقول لك اليونيلاترال ممكن يريمين ان دايجنوز، بس الشخص بيبدا او الاب والام بيبداوا يحسوا ان دايما الواد ده ناحيته دي دايما جايبه في افرازات، ودايما فيها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن يو ار تي اي. هو ده اللي بيخلينا نبدا ننتبه او نفكر ان احنا نشوف الانفستيجيت يعني. انا بقى لو بايلاترال الوضع بيبقى مختلف تمام. هتقولي اه بايلاترال، عيل صغير مولود مناخيره الاثنين مش عارف يتنفس بيها، ايه المشكله؟ انت كحد كبير هتفكر في ايه؟ لو مناخيرك ما انتش عارف، لو مناخيرك وانا بسدد لك مناخيرك بتتنفس منين؟ ها؟ حد يقول نفس من بقي. لا، ده انت يا كبير. لكن الطفل ما بيعرفش يعمل الحركه دي. اه والله الحركة دي انت بتتعلمها على كبر او لما تكبر، لكن انت كطفل ما ينفعش تتنفس من بقك. الطفل is an obligate nose breather. الطفل is an obligate nose breather. فبالتالي الوقت ايه؟ يبدأ يحاول يتنفس من مناخيره، مش عارف يتنفس من مناخيره، فيزرق صح؟ مش عارف ياخد نفسه، بيتخنق، بيزرق، تلاقي الواد بيزرق
ولما يزرق ويحس انه هيتخنق يعمل ايه؟ يعيط يوقوق. اول ما يقول واق، لما يوقوق يبدا الايه، او تبدا يبدا الهواء يخش من بقه، فيبدا نفسه يمشي من خلال فمه او من خلال بقه اثناء العياط، فالزرقان ايه يروح. وهي دي اللي بنسميها سايكليك سيانوزيس. سيانوزيس بيحصل بسبب الاختناق. اول ما العيل يعيط فجزء من الوقوقه انه بيشد نفس لجوه كده يعني، فجزء منه انه بيشد نفس لجوه، فمع العياط الزرقان يختفي. دي بنسميها سايكليك سيانوزيس. It classically presents a cyclic cyanosis، نوبات زرق. That worsen، بص اهو بتزداد سوءا، when the infants cannot breathe through the mouth. And recover when they do، اللي هي بالذات مع الايه؟ مع التنفس. قصدي مع العياط، مع الكراي. طبعا انت اول ما العيل بيشتكي من حاجه زي كده، واب وام بيجيبوا لك بيشتكي من حاجه زي كده، بتعمل له اشعه، او بتجرب يا اخي تدخل تيوبه من مناخيره وتشوفها هتعدي ولا مش هتعدي. ها حد يقول لي هتعدي ولا ما هتعديش؟ تيوبه هتعدي ولا مش هتعدي لما تدخلها من مناخيره؟ مش هتعدي. هتعدي ازاي يعني؟ ما فيش حيطه ورا، فبالتالي نو او فيلير تو باس نيزو فارينجال تيوب. وبناكد التشخيص بالسي تي اهو زي ما حضرتك شايف بالمنظر اللي قدامك ده. بتتعالج ازاي؟ جراح انف واذن. خلاص جراح انف واذن، ربنا يديهم الصحه وكرمهم يا رب. مش صوابعي مبهدلاني والله العظيم يا جماعه. طب المهم يعني اني anyway. طيب الكوينا الاتريزيا بتعمل بعمليه اي ان تي انف واذن وحنجره، خد بالك مش انف واذن بس. المهم خد بالك برضو، زي ما التراكيوسوفيجيال فيستولا كانت اسوشيتد مع الباكتيريل سندروم، الكوينا الاتريزيا برضو اسوشيتد مع سندروم برضو اسمه تشارج سندروم، جاء من شاحن يعني، او شحنه او بطاريه كده يعني. برضو سي ستاندز فور كولوبوما of the eye او كولوبوما of the iris. ايه الكولوبوما؟ انا واثق ان في ناس منكم ما كانوش يعرفوها يعني ايه، عشان كده جبتها لك في صوره. ايه ده شكل الكولوبوما؟ انك بتلاقي الايرس اللي هو الحته الملونه من العين فيها جزء ديفكتيف ما اتكونش، ده اسمها كولوبوما of the iris، الايرس المخروم كولوبوما of the iris. خلاص طبعا اتش هارت ديفكتس مشاكل في عضله القلب. ايه اتريزيا اوف كويني اللي هي الكوينا الاتريزيا اللي احنا لسه بنتكلم عليها، الار ريتارديشن تخلف عقلي، الجي جينيتو يورينري ابنورماليتيز مشاكل على مستوى الجهاز البولي والتناسلي، والاي اير ابنورماليتيز اشهر مشكله تكوينيه في الاذن هي كوكليير اجينيسيس. اسمعوا عنها، الأطفال اللي مولودين من غير قوقعة أذن، بدون قوقعة أذن، دول بيسمعوا؟ حد يقول لي دول بيسمعوا؟ لا طبعا مستحيل، هيسمع ازاي يعني من غير كوكليا لا مؤاخذة. فبالتالي دول بيبقوا مولودين ما بيسمعوش، تمام؟ طيب اسمع من حضرتك احلى اوكي على اول اثنين كونجينيتال انوميليز اتكلمنا عليهم، او اول مرضين اتكلمنا عليهم، واللي عنده اسئله يتفضل خلال 3 دقائق. بلال بيقول لي طب هو العلاج جراحي، طب لو الولد اكتشف من وهو جوه الرحم؟ بص يا التراكيوسوفيجيال فيستولا هي اللي ممكن تبان قبل الولاده، لكن الكوينا الاتريزيا غالبا لا، ما بتبانش من قبل الولاده يعني. لكن الالترا ساوند ممكن يكشف تراكيوسوفيجيال فيستولا، ما بتعملش حاجه قبل الولاده، بس نعمل حسابنا ان العيل ده لو عدى وربنا كرمه واتولد بنبقى مجهزين تيم العمليات اول ما يتولد على طول، عشان اول ما يتولد يعمل العمليه على طول. وقتي تمام. اوكي حد بيقول لي is cochlear aplasia unilateral or bilateral؟ ساعات unilateral ساعات bilateral، ساعات unilateral وساعات bilateral.
دكتور لو سمحت، هو كده الديستال والبروكسيمال اسوفيجاس بيتكونوا من اوريجين مختلف؟ لا، مش من اوريجين مختلف ولا حاجه، هو اوريجين واحد بس حصل مشكله تكوينيه اثناء تكوينه. تفاصيل التفاصيل بقى والمراجع بتاعت الامبريولا مش مطلوبه مننا، بس احنا كدكاتره عارفين ان حدث الانفصال ده ممكن يحصل فيه مشاكل تكوينيه تؤدي الى كذا، وخلاص على كده. تمام؟ طب في حد بيقول لي في الفيستولا لو ما عملناش عملية على طول بعد الولادة مش هيكمل ويموت طبعا، صح؟ اه صح. تمام؟ مصطفى بيقول والصوت بيقطع عندنا بس، لا حصل التقطيع من شوية. حصل التقطيع من شوية، اه التقطيع اللي من شوية دي أكيد حصلت عند الناس كلها، صح؟ ادوني الأوكي، اعترف. من شوية كده، حصل التقطيع عند الناس كلها. اه. ليه بقى؟ هقول لك. اه هقول لك ليه؟ آه ليه؟ آه للأسف الشديد هي القطة القطة اللي عندي يعني اتمسحت في البتاع بتاعت الواي فاي، فهزتها سيكا معلش، بس هي مشيت خلاص، خلاص يعني مفيش مشكلة. عادي زغزغت البتاع بتاعت الواي فاي، بس حاجة بسيطة يعني، ما تقلقش ما تتخضش، كله تحت السيطرة بيه، مش أي مشاكل. أنا بحب القطط، أنا بموت في القطط، غدارة أنا بحبها، بتخربش برضو بحبها. هو يا أخي كده بني آدم مولود كده يا أخي، ياما واحد بيحبك. أنا بحب القطط، في ناس بتربي فران معرفش إزاي، أه أنا بحب القطط وبستغرب من اللي بيربوا فران، حد تاني بيربي فران تيجي تسأله ده أنا بموت في الفران، بحب الفران جدا، أه هي كده. فواحد بيقول لك انا ما اربيش غير فراخ، حتى لو يا اخي اتضايقت منها كلها، كل واحد دماغه بقى يا اخي. اه مش مشكله، مش موضوع. طيب anyway. لارينجو ماليشيا، لارينجو ماليشيا، اللارينجو ماليشيا من الحاجات او من الامراض اللي اتسالت في اليورلد الجديد، فانا عايزك تبقى عارفها كويس قوي الله يكرمك. يكفي ان اقول لك ان الجدول ده متاخد من اليورلد ومن نوتس اليورلد ايفن، فبالتالي جايبه لك وحطيته علشان نتكلم عنها. يعني بصوا يعني الموضوع ده بس معلش معتمد على كلمه صغيره من الاناتومي، معلش معلش استحملني، احنا هناخد اناتومي المرة اللي جاية، المرة الجاية هنكمل الخربوش اللي فاضل في الامبريولوجي وناخد اناتومي، بس استحملني معلش. يعني لو فاكر كده من طراطيش الاناتومي، ولا مش فاكر مش مشكلة، ان اللارينكس زورك، زورك اللي هو مدخل التراكية، مدخل التراكية بيتكون من غضاريف كارتليج. استغفر الله العظيم، حد يقدر يقول لي اسم اي كارتليج من الكارتليجز بتاعت اللارينكس؟ اي غضروف من غضاريف اللارينكس؟ اي حاجة. طيب يا سلام، هو والله في ناس بتقول كلام حلو والله، ثايرويد، في ثايرويد كارتليج اللي هي هنا دي اللي قدام، وفي هايويد، بس هي الهايويد دي بون مش كارتليج، بس همشيها لك. بس هو في ثايرويد وكيريكويد واريتينويد، ثايرويد وكيريكويد واريتينويد، وفي الابيجلوتس، اه والله الابيجلوتس يعتبر غضروف، يعتبر كارتليج خلاص. وفي بقى كوينيفورم وكونييت، الكورنيكيوليت والكونيفورم، بس دول مش مهمين قوي يا اخي، ثايرويد كريكويد اريتينويد اللي انت عايزه. المهم انك بس تبقى فاهم كويس ان مدخل القصبة الهوائية، مدخل القصبة الهوائية يكمن في اللارينكس، واللارينكس كل هيكلها اللي انت شايفه قدامك داير ما يدور، ده الفتحة اللي في النص دي اللي فيها الاثنين دول، دول الحبل الصوتي، الحبال الصوتيه اللي بتخليك تجلجل وتتكلم، الاثنين فوكال كوردز، دول دول مدخل القصبه الهوائيه، ده اسمه اللارينكس. اللارينكس دي داير ما يدور عباره عن برواز غضاريف، برواز غضاريف فيها حاجه اسمها اللارينجيال كارتليجز. عند بعض الاطفال الدنيا بتتكون طبيعي خالص، يعني الدنيا بتتكون طبيعي خالص،
عند بعض الاطفال، وبيتكون عادي خالص، مجرى الهواء طبيعي ومدخل اللارينكس طبيعي والزور طبيعي والغضاريف موجوده بس لينه زياده عن اللزوم. يعني في لين زايد عن اللزوم في تلك الغضاريف بتاعت اللارينكس. زي ما بيقولوا كده increase laxity، لين زائد في السوبرا جلوتيك ستراكشر. ما معنى كلمه سوبرا جلوتس؟ جلوتس يعني الحبال الصوتيه، سوبرا جلوتس هو اللارينكس، مدخل القصبه الهوائيه. في لين زائد في غضاريف مدخل القصبه الهوائيه اللي هي اللارينكس، غضاريف اللارينكس. فاللين الزائد ده بيخلي الايه؟ بيخلي الغضاريف دي بدل ما هي محافظه على البرواز مفتوح ومحافظة على القصبة الهوائية مفتوحة كده وكويسة وبيتن تعرف تتنفس منها بسهولة، بقت ممكن تكون لابسة على بعضها زيها بالظبط زي حتة اللحمة. ما هي الغضروف بقى مش ماسك نفسه زي اللحمة، فممكن تطبق على بعضها كده وتايه وتطبق بالمنظر اللي قدامك ده. بقى اسمه ايه؟ بيسمى فلوبي فويس بوكس او فلوبي لارينكس. اللارينكس بقت فيري فلوبي. ليه فلوبي؟ علشان البرواز بتاعها بقى ضعيف، الغضاريف اللي فيه ضعيفة، فبقى ممكن يتطبق على بعض. طب هو لما يتطبق على بعض المجرى بتاع الهواء هيجرى له ايه؟ يضيق ولا يوسع؟ مجرى الهواء كده ضيق ولا وسع؟ مجرى الهواء يضيق. مجرى الهواء لما يضيق هيخلي العيل يحس بصعوبة في التنفس، ونفسه يبدأ وهو ماشي، الهواء ماشي من هذا المجرى الضيق يعمل صوت، صوت عالي قوي كده. الواد بيزيق وهو شنو بيتخنق مش عارف ياخد نفسه. بنسمي الموضوع ده انسبيراتوري سترايدر. انسبيراتوري سترايدر زي ما بيقولوا كده صوت عالي كصوت الزئير اثناء اخدانه للنفس. وجدوا انها بتبان اكتر لما الواد ينام، خلاص لما يبقى قصدي سوري لما يلاي داون بتتحسن، لما يبقى سوباين ان ذا سوباين بوزيشن، سوباين بوزيشن بتنام اكتر، او قصدي لما بينام بتبان اكتر. فالواد هو نايم بالليكت كده الواد ممكن يعيط من كتر ما مش عارف ياخد نفسه. بتبدا من اول ما يتولد، والاب والام بيلاحظوها من ساعه الولاده، بس هما لو ما لاحظوهاش ساعات بتبان اكتر وتظهر اكتر لما الواد يبدا نفسه يبان، اللي هو على سن 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر. بس والله اغلب الناس بيلاحظوها من دي 1 من اول يوم. دكاتره الانف والاذن يبداوا يشتبهوا في لارينجو ماليشيا، فيعملوا ايه؟ يخشوا بمنظار، بيخشوا بمنظار، منظار زور لارينجوسكوبي، ويبص على شكل اللارينكس. هل شكل اللارينكس طبيعي كده ولا عامل زي الأوميجا؟ التسكت ليه؟ لا مفيش حاجة. ولا عامل زي الأوميجا؟ تمام؟ عامل زي الإيه؟ زي الأوميجا كده، زي علامة الأوميجا، تمام؟ فبالتالي بيقول لك إيه؟ أوميجا شيبد إبيجلوتس. ما علينا. طيب فدي اللي اسمها اوميجا شيبد وبيكلوتس، عامل زي عامل علامه الاوميجا كده، زي علامه الاوميجا اللي هي زي ماركه الساعه كده، زي الساعه الاوميجا كده، خد بالك؟ خلاص بقى. المهم يعني فاوميجا شيبد بيكلوتس، اوميجا شيب او اوميجا شيبد بيكلوتس ده بيبقى شكله اهو. لكن الطبيعي ان لا، الابيكلوتس والغضروف بتاع اللارينكس لا، في الطبيعي المفروض يبقى واقف على حيله كده، ماهوش متني على نفسه زي الاوميجا كده. يسموها اوميجا شيبد بيجلوتس. ايه ده؟ ابنك عنده رسمي لارينجو ماليشيا، عنده لين في زوره، لين الزور. طب حلو، بنقول للاب والام ايه؟ ما تقلقش، يعني محتاجه عمليه، محتاجه لو الموضوع زايد عن حد ولاد مش عارف ياخد نفسه، تمام؟ محتاجه لو عمليه لو الاولاد مش عارف ياخد نفسه خالص، الواد مش عارف ياخد نفسه خالص، نفسه بيتقطع، ممكن يعملوا عمليه تجميل لزوره، سميها سوبرا جلوتو بلاستي او جلوتو بلاستي او لارينجو بلاستي اللي انت عايزه. دي عمليه تجميل للارينكس. اذروايز ممكن نقول للست لا معلش سيبيها تروح لوحدها. ليه؟
اغلب الحالات الغضاريف بتمسك نفسها وتشد حيلها على سن 18 شهر. اغلب الحالات الغضاريف بتتكون وتشد حيلها وتمسك نفسها على سن 18 شهر ان شاء الله، والولد على سن 18 شهر يبقى كويس باذن الله. تمام؟ طيب حلو جدا، زي ما اتفقنا اهي. اذا دي بتحصل بسبب فلوبي سوبرا جلوتيك ستراكشر ذات كولابس ديورنج انسبيريشن، او ممكن تكولابس وتعيق عمليه دخول النفس مع التنفس. على فكره اغلب الدكاتره بيشخصوها كلينيكال، ولكن افضل وسيله للتشخيص الرسمي هو المنظار، انك تخش بالمنظار وتبص بعينك وتشوف الاوميجا شيبد ايبيجلوتس. طيب دي اللارينجو ماليشيا، بسيطة خالص مفيش منها أي مشاكل، دي برضو من ضمن المشاكل التكوينية للجهاز التنفسي. اتنين بعد كده موجودين في الفيرست ايد عندك، صحيح اللارينجو ماليشيا دي رقم ثلاثة، دي رقم أربعة ودي رقم خمسة. رقم أربعة حضرتك اسمها بالمونري هايبوبليزيا، معلش بالمونري يعني رئة، هايبوبليزيا بليزيا يعني تكوين، هايبو يعني نقص، يعني نقص في تكوين نسيج الرئة، يعني في ضمور في الرئة، يا ضمور في رئة واحدة يا ضمور في الرئتين. بالمونري هايبوبليزيا، وده عبارة عن ايه؟ الديفكت عندي هنا في ايه؟ poorly developed bronchial tree with abnormal histology، يعني هنا الرئة ما اتكونتش كويس، incomplete development لللنج وللايروي، يعني على ناحية واحدة يا على ناحيتين. حد يرد عليا لو على ناحيتين ليها حل؟ هل لها أي حل؟ لو طفل مولود ببالمونري هايبوبليزيا على ناحيتين؟ لا ملهاش حل الحقيقة. ايه هتزرع له رئتين اول ما يتولد؟ ما فيش حاجه اسمها كده، ما صعب، ما ده غالبا بيموت. لكن هو اللي ممكن يعدي لو في يونيلاترال بالمونري هايبوبليزيا، ممكن الرئه الثانيه تقوم بالواجب يعني والامر يمشي ويعدي على خير يعني. ولكن المشكله ان اغلب حالات البالمونري هايبوبليزيا بتبقى بايلاترال غالبا يعني، بس في يونيلاترال بالمونري هايبوبليزيا. ايوه ايه اللي حصل يعني؟ معلش يعني يا دكتور، ايه اللي يخلي الرئه ما تتكونش وما تاخدش راحتها وتتكون لو في حاجه ضغط عليها وكبسه على نفسها؟ نسال كده سؤال، هما الرئتين والهارت بيبقوا موجودين في حته في الجسم اسمها ايه؟ الثوركس. اخر الثوركس من تحت بيبقى في حاجه اسمها الايه؟ الدايفرام، الحجاب الحاجز. الدايفرام ده حضرتك هو اللي فاصل الثوركس فوق عن الابدومن البطن تحت، صح؟ ده اسمه ايه؟ دايفرام. هناك بعض الاطفال بيحصل عندهم مشكله وديفكت في الحجاب الحاجز، في ديفكت في الدايفرام، فيحصل هيرنيا فتاء، كل محتويات البطن من امعاء وغيره تفتق او تتفتق من الدايفرام وتطلع في صدر الولد، تطلع في صدر العيل. دي اسمها يا جماعة congenital diaphragmatic hernia، سنتحدث عنها في الجي اي تي ان شاء الله، في الجي اي تي سيستم هتعرف ما هي congenital diaphragmatic hernia. congenital diaphragmatic hernia هي herniation of the GIT into the chest، ليه؟ علشان مشكلة في عملية تكوين الحجاب الحاجز، وغالبا بتبقى على الناحية الشمال، اليمة الشمال من الدايفرام هي اللي فيها الديفكت. ستريكن الأمعاء بتطلع وتضغط على الرئة شمال ويمين، بتهرنييت في الثوركس وتضغط على الرئتين فيحصل بالمونري هايبوبليزيا. برضو يا جماعة ممكن جدا البالمونري هايبوبليزيا يحصل بسبب مشاكل في تكوين الكلى، زي مثلا بايلاترال رينال اجينيسيس، لو عيل الكليتين بتوعه ما تكونوش. طب سؤال، كليتينه ما تكونوش، هل في بول؟ رد عليا انت، والله اتكلم معايا، دردش معايا كده، هل في بول؟ لا ما في بول. طب ما في بول، هل في امنيوتيك فلويد؟ مفيش بول؟ مفيش امنيوتيك فلويد.
طب لما الامنيوتيك فلويد اللي حوالين الجنين يقل، ايه اللي هيجرى؟ الامنيوتيك فلويد ده هو اللي نافخ الرحم، نافخ اليوترس، ومخلي الواد عايم في حمام سباحه، ايه اللي هيجرى؟ لو ما فيش امنيوتيك فلويد اليوترس هيطبق على الجنين، اليوترس هيطبق على نفس الجنين. دي بنسميها اوليجو هايدرامينوس عكس بولي هايدرامينوس. دي اوليجو هايدرامينوس. اوليجو هايدرامينوس مينز ناقص في الامنيوتيك فلويد. ليه؟ هناك مشكله في تكوين الكلى اللي هي حنفيه الامنيوتيك فلويد، زي ما بيقولوا كده الحنفيه بايظه مش البلاعه مسدوده، الحنفيه بايظه، فالسائل قل فالرحم طبق على الجنين. بنسمي الموضوع ده متلازمه بوتر، زي هاري بوتر. دي اسمها بوتر سيكونس. بتتسمى ايه؟ بوتر سيكونس. البوتر سيكونس دي الرحم اتطبق على الجنين وحصل بريشر على صدر الواد، بريشر على الرئتين، فالرئتين ما تكونوش وما خدوش مساحتهم انهم يتكونوا. ودي بتتسمى بالمونري هايبوبليجيا. اسمها ايه؟ بالمونري هايبوبليجيا. طب حلو جدا. يبقى البالمونري هايبوبليزيا كل اللي انا عايزك تعرفه عنها ان هي مشكله تكوينيه بتحصل بسبب ان الرئه ما خدتش راحتها انها تتكون. Is it compatible with life؟ الحقيقه من الحاجات السيئه جدا واللي ما ينفعش العيل يعيش بيها. مش عايز اضغط عليكم في اول محاضره، هسيب الخربوش اللي فاضل في الامبريولوجي للمرة الجاية. معلش بدلعك بدلعك، ده نوع من انواع الدلع. ها علشان خاطر ادلعك بس ما تحسش باوفرلود في اول مرة، بس هنعمل حسابك ان الدلع ده لن يستمر طويلا. لكن حد يقدر يقول مين اللي واخد الصورة دي؟ مين اللي لايت الصورة دي؟ ابو التحاتيح. دي عينة جات لنا في الباثولوجي، حس ان انا يعني باثولوجيست يعني. دي عينه جات لنا باثولوجي، وعلى فكره ده شكلها تحت الميكروسكوب. لقيت لك انا صوره من تحت الميكروسكوب اهي. ده من تحت الميكروسكوب. دي برضو صوره من تحت الميكروسكوب. بس مش انا اللي لقيتها الحقيقه، لان دي من كتاب، من كتاب، الكتاب حاطط اسهم. بس دول انا اللي لقيتهم، دول بتوعي. خلاص؟ طيب anyway يعني بتسلى يعني وانا شغال، يعني بقول اي حاجه هتفيدني اقدر اجيبها لكم، بروح واخد لكم الصوره وحاططها يعني. خلاص anyway اتمنى يعني ان تكون البدايه كانت مريحه بالنسبه للناس. انتوا عارفين يا جماعه كده الامبريولوجي خلص بتاع الريسبيراتوري. والله العظيم انت متخيل ده اللي مطلوب منك تعرفه في امبريولوجي الريسبيراتوري بس. طيب حلو خالص، شكرا جزيلا لكم جميعا. ان شاء الله على لقائنا يوم الاحد الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره باذن الله، والنوتس برضو بتنزل قبلها. وان شاء الله رب العالمين ربنا ييسر الحال لنا جميعا، يا رب بالتوفيق ليكم جميعا كلكم، ويا رب دمي ما يكونش تقيل على قلبكم، بالتوفيق والنجاح والتجارة في السلاح، وجمعة مباركة عليكم جميعا. سلام عليكم.